كما أشكر كل الأطباء والطبيبات الذين قاموا ويقوموا بهذا العمل الجليل الذي يعمل عمل الخير فيراه إن شاء الله بإذن الله، وشكرا جزيلا لكم جميعا. أولا المركز الطبي الخيري على مدار السنة يقدم خدماته المجانية من خلال الأطباء المتبرعين في حدود 18 طبيب يتناوبون كل واحد يوم. أيضا الأدوية تقدم للمساكين في خلال على مدار السنة. المخيم الطبي كل عام يقام مخيم طبي لتغطية احتياجات الناس الضرورية، بحيث أن احنا نحشد أكثر من 100 طبيب في الأسبوع، بواقع 20 طبيب في اليوم، 10 صباح و 10 مساء، وتوفير التشخيص والمختبرات والأدوية مجانا حتى يحصل المواطن على ما يحتاج. ومن خلالكم نناشد المنظمات الدولية والمحلية ورجال الأعمال والخيرين والكادر الطبي أن يهبوا لدعم المخيم الطبي حتى نمتص هذه الأعداد الهائلة. في أعداد مهولة يعني لا يقدر المركز يستوعبها، فنأمل أنهم يدعمونا بحضورهم، لأنهم بيحصل المريض على التشخيص الطبي والمعاينة الطبية المجانية والعلاج وكل شيء. فنأمل من الجميع من لديه القدرة أن لا يبخل بزيارة المخيم والمركز ليرى عن كثب دورة ويمده بما يستطيع. أشكركم على حضوركم وعلى دعمكم. لازلنا نعاني الحقيقة من نقص في الأدوية والمحاليل المخبرية بالذات وبعض المستلزمات الطبية، التي نأمل من لديه إمكانية وخير أن لا يبخل بها على المخيم والمركز. وشكرا يعني على ما أعرفهم مستهمين بالأمة، يعني يدخلوا مليان ومستهمين بهون، يعني شغل يعني حركة، وجزاهم الله خير. ويعني دخلت أنا من جهنا يعني أذني يعني ملتهبة وقرحة قد لها من يعني وأنا جاهل، يعني ما استطعت أعالجها، ثم قالوا لي تفضل نحن نعالجك. الثنتين، واحدة ملتهبة واني اسمع بها شوية، وبعض الحين اسمع بها وبعض الحين ما اسمع بها. يعني شكرا على معروفهم، دخلوني داخل ودوا لي هذا العلاجات، واني احسن نفسي براحة خلاص من بعد ما يعني تحقق اذني ودخلوني، جزاهم الله خير. يعني تشكر على معروف. نشهد مناسبة انسانية وخيرية عظيمة في هذا المركز الطبي المجاني الذي يقدم خدماته الطبية والعلاجية المختلفة لذوي الاحتياج ممن لا يقوون على دفع كلفة الخدمة. وهذا المركز لا تكمن أهميته فيما يقوم به والقائمين عليه من أعمال تطوعية ومجانية بالمعنى الإنساني الكبير، وإنما تزداد أهميته بالدرجة الأولى هي في ظل الظروف التي تعيشها البلاد ويعيشها الوطن. هذه الظروف التي صار كل شيء فيها نادر، وكل شيء فيها صعب، وكل شيء فيها يكاد يصل إلى درجة الانعدام الكلي، تتوفر هذه الإرادات الخيرة والطيبة من الناس ومن البشر ومن المتطوعين ومن الداعمين لكي يقوموا بمثل هذا العمل الإنساني الكبير رغم الظروف المحيطة والسيئة التي صارت تدمر الكثير والكثير في حياتنا. ولذلك نقول بأن الخير في هذا الوطن اليمن الذي هو وطن وأرض الطيبة التي وصفها الله في كتابه العظيم لا يمكن أن تغيب ولا يمكن أن تتلاشى، وأن الأصل هو الخير، وأن الشر المضطرب والضارب وأطنابه هو الاستثناء الذي لن يدوم. وبالتالي ندعو كل الخيرين وكل المؤمنين بخير الوطن وبأمنه واستقراره وحمايته من الخراب والدمار، لأن يقفوا معا بالخير.